نفس عميق اول شيء، ريح هذه الطريقة. ريح زمان وانا صغير كانت بطني كل ما اطبقها تطيح، وهذا حل لأبعد حد. مرة طريقة ريح ريح لأبعد حد. شوف الطريقة كيف، قولوا ما شاء الله بعد ما تفرجوا على المقطع. هذه خطوة الأولى، بعدين تصفطها 3 صفطات كذا. عاد تجي دور الخطوة الثانية، تقلبها تسويها كذا. والله عاد ما بطانية كبيرة بحي. ايوه، من اي توازن الله يهدم. هذه غير شكلها، غير نقوم من الفجر هذا، لا نطوح ما عليه. طريقة ريح هذه يا شباب، اوصيك اوصيك وتسووها. بعدين تجي تقلب الجار هذا، تصفطه كذا، والجار الثاني بالمثل تصفط نفس الصفطه، تعطيها بعدين لفه قدام، لفه بسيطه قدام. بعدين تجيب الطرف هذا تجيبه في النص كذا وتواصل، كانك تعجل عجينه، كانك تعجل عجينه. طريقه مره فنانه يا. يصير معك بدال خف من كيس النوم. شفت كيس النوم احسن منه بطانيه، ومسوي سوا فنانه ما تنفك، تقعد لها سنه كامله ما هي ما انفك. لو تدحدرها مع راس جبل تبقى زي ما هي. شفت لها كيف، هذه هي بطانيه الحين. شوف حتى الطش هطش هي.